مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الفنانة الجزائرية ياسمين بالقاسم، وبعد أن سافرت رفقة زوجها إسلام إلى تركيا وزارت مستشفى إسطنبول للعلاج. هنا رانا في لوبيتال بصح شوفوش عندهم في لوبيتال إن شاء الله. يعني والله أنا جامي جيت لخصك ما جيت لخصك جامي جيت لوبيتال في الترك بصح هذه الخطرة شوفوا ما شاء الله عندهم. ديجا تاع الدولة سيداتي سادتي ماذا بيكم؟ شوفوا الحياة بالعكس كاين طاقة حياة هنايا شغل تجي باش تبرى ماشي تجي باش تكملوا عليك. متابعو ياسمين تساءلوا عن سير تكاليف العلاج في تركيا، وياسمين صرحت أن التكاليف مكلفة نوعا ما مقارنة بالجزائر، حيث كلفها العلاج سعر 8.5 سنتيم جزائري. ولكل من لا يعرف تركيا فسيتطلب عليه الأمر بأن يستعين بمترجم، وسيتقاضى هذا المترجم 200 أورو في اليوم، أي ما يعادل 4.200 سنتيم جزائري. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.